اهلا بكم تاكيد امريكي على التمسك بمسار جنيف حول سوريا كسبيل وحيد للتوصل الى حل سياسي وتوافق بين بومبيو ودوميستورا على ان اي مناقشه لاعاده الاعمار سابقه لاوانها في غياب حل سياسي وان لا عوده للاجئين قبل توفير بيئه امنه تحركات واتصالات متسارعه بقياده مصريه امميه لوضع اللمسات الاخيره على اتفاق التهدئه بين حماس واسرائيل، ووزير الدفاع الاسرائيلي يتحدث عن ربيع عربي في القطاع وتحويله الى سنغافوره. ضيوف النصف الاول من هذه الحلقه من براغ عبر سكاي عبر سكايب اندرو تيبلر كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسه الشرق الادنى اهلا بك. من اسطنبول فوزي ذاكر اوغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي، اهلا بك وسمير نشار رئيس الامانه العامه لاعلان دمشق، العضو السابق في الائتلاف الوطني السوري المعارض، اهلا بك سيد نشار وابدا معك من اسطنبول يعني لوقت طويل لم نعد نسمع باتفاق او بمسار جنيف فيما يتعلق بعمليات السلام المختصه بسوريا امس ذكرت المتحدثه باسم الخارجيه الامريكيه ان الولايات المتحده تدعم هذا المسار وربما نسمع شيئا ما يتعلق بهذا الامر في الايام المقبله. اين هو مسار جنيف سيد نشار؟ سيد نشار هل تسمعني؟ طيب. يبدو ان الاستاذ سمير نشار لا يسمعنا في هذا الوقت اندرو تيبلر من براغ برايك ما الذي دفع الاداره الامريكيه ووزاره الخارجيه الى الاجتماع بدمستورة امس بين بومبيو ودوميستورا اجتماع شبه مطول وحديث جديد عن مسار جنيف اين هذا المسار وبالتالي ماذا تزمع الاداره الامريكيه ان تفعل من اجل تفعيل هذا المسار اعتقد ان هناك عده اشياء اولا الاداره الامريكيه لديها شكوك بشان الخطه الروسيه المتعلقه بمساعده عوده اللاجئين وتراها انها غير ناضجه او سابقه لاوانها هناك قضايا منها الاسد او نظام الاسد ليس لديه القدره العسكريه حتى بمساعده روسيه للسيطره وهذا موضوع اساسي الموضوع الاخر اخذين بعين الاعتبار عدم وجود استراتيجيه مثمره لاجراء مفاوضات لجلب الاستقرار الى البلاد هذا سبب التاخير وساعد على الدفع بعقد الاجتماع بين بومبيو وديمستور طيب اعود الى الاستاذ سمير نشار استاذ سمير هل تسمعون في انقره كمعارضه سوريه بمسار جنيف بعد التقدم الذي حققه النظام على الارض يبدو انه ليس جاهزا بعد فوز ذاكر اوغلو تركيا هي عضو في هذا التحالف الثلاثي التركي الإيراني الروسي فيما يتعلق بسوريا وحديث عن قمة رباعية مقبلة غير مؤكدة بعد تجمع فرنسا ألمانيا تركيا وروسيا حول سوريا ما هو موقف تركيا فعليا من مسار جنيف هل هي تؤيد هذا المسار أم أنها مع مسار أسيتانا وربما مسارات أخرى كالقمة الرباعية مساء الخير بالحقيقة تركيا كانت ومنذ البداية مع يعني تطلعات الشعب السوري للوصول إلى حكم عادل يرضى به الشعب نفسه لكن وبعد تخاذل كثير مما سمي بدول أصدقاء الشعب السوري وعلى رأسهم وللأسف الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية عن دعم يعني الثوره السوريه اضطرت لان تغير يعني من تحالفاتها في سوريا وانتقلت الى المسار الروسي الايراني محاوله في الحقيقه الوصول الى احسن ما يمكن الوصول اليه بعدما ان يعني يعني فرغت او فرغ صبرها من من التاجيل الذي تقوم به الولايات المتحده الامريكيه للوصول الى حل في سوريا كما نعلم الولايات المتحده الامريكيه يعني كانت ومنذ عهد اوباما يعني تقول بأنه لا بد أن يكون هناك حل سياسي لكن هذا الحل السياسي أي حل سياسي سيكون في سوريا يجب أن يكون مدعوما عسكريا وهو ما تخلفت عنه الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا ورأينا كيف أن اضطرت تركيا بأن تذهب إلى الستانة عليها يعني تحاول الوصول إلى إلى حل سياسي يعني يضمن لها يعني يعني ال الامن امن الحدود الطويله بالحقيقه هناك كما نعلم حدود طويله ما بين تركيا وسوريا آآ آآ الان هناك يعني لم تقف تركيا ضد مسار جنيف لكنها لا ترى بان هناك جديه في تفعيل هذا المسار ولهذا تضطر لاستمرار في, في مسار السيتاني طيب استاذ سمير نشار برايك هل ما زال مسار جنيف قابلا للعيش بعد جمود طويل واخر ما توصلت اليه الامم المتحده هو الحصول على اسماء اعضاء الوفود المشاركه في لجنه تعديل الدستور برايك هل مسار جنيف قابل للتفعيل انا اعتقد ان الموضوع يتوقف على الولايات المتحده الامريكيه الولايات المتحده الامريكيه اذا رغبت هي تستطيع أن تتمسك في مبادئ جنيف وبالقرارات الدولية وبالانتقال السياسي الذي أوجبه اتفاق جنيف وإنشاء هيئة حاكمة انتقالية إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك ولكن حتى الآن على ما يبدو من مسار الأحداث أن الولايات المتحدة اختصرت الانتقال السياسي في موضوع الانتخابات وصياغة الدستور جديد لكن السؤال هو كيف يمكن لنظام كان خلال خمسين عاما فوق القانون وفوق الدستور ان يطبق الدستور مهما كان هذا الدستور نموذجيا او مثاليا هناك قناعه راسخه لدى اكثريه السوريين ان هذا النظام ليس لديه اي ثقافه دستوريه ولا اي ثقافه قانونيه ولم يكن في يوم من الايام يحترم المواطن السوري وفق القوانين والانظمه التي هو وضعها والذي هو كتبها كما يريد وكما تحقق اهدافه وغاياته، لكن النظام واجهزته الامنيه كانت دائما فوق القانون ودائما فوق الدستور. لذلك السؤال انا كما اعتقد ان هناك هناك صعوبه ان اقتنع او يقتنع السوريين انه من الممكن من خلال صياغه دستور جديد او تعديلات دستوريه مع بقاء بشار الاسد واجهزته الامنيه مسلطه على رقاب السوريين هذا انا اعتقد هذه المزاوجة بين الامرين هنا كما يقال المستحيل فلذلك لابد واذا اردنا ان يكون هناك ولو حتى اختصرنا الانتقال السياسي واضح. انتخابات نزيهه وشفافه ان تكون مراقبه ومشرف عليها من قبل الامم المتحده وان يبعد جميع قاده الاجهزه الامنيه والمسؤولين عن الارتكابات والانتهاكات الإنسانية ضد السوريين سواء في المعتقلات أو بالاحتجاجات المدنية وبما فيهم بشار الأسد لأنه المسؤول الأول والأخير طيب. عما حل من كارثة إنسانية طيب. في الشعب السوري خلال أستاذ نشار الفكرة واضحة دعني أنتقل إلى أندرو تيبلر في براغ سيد أندرو برأيك لماذا تلتزم الولايات المتحدة أو تتمسك بمسار جنيف وقد رأينا أن هذا المسار على مدى سنوات لم يؤدي إلى أي نتيجة النظام السوري وفي ظل يعني ضعف قوي انتابه في السابق لم يقدم أي تنازلات للفريق الآخر فما الذي سيدفعه اليوم إلى تقديم تنازلات وإلى السير بهذا المسار الذي سيؤدي إلى انتقال سياسي Well, I think there are two answers. اعتقد ان هناك اجابتين. اولا امريكا ملتزمه بجنيف نتيجه لعدد من الاتفاقيات بدءا باعلان جنيف في عام 2012 وانتهاء بقرار مجلس الامن 2254، هذا يشرح الاليه القانونيه ولكن انت على حق من حيث ان هناك الكثير من الشكوك بان مثل هذه العمليه قد تؤدي الى اي شيء يشبه الانتقال السياسي في سوريا واذا كان ذلك فكيف النظام لم يقدم على تنازلات خلال المفاوضات وكان من الصعب على الروس جعل النظام يقدم على اي شيء جوهري يجذب المعارضه بدلا من ذلك هو استخدم تكتيكات التعطيل لتمويه الغزو العسكري لباقي البلاد واملاء الشروط. اذا والى ان يكون هناك حل افضل الولايات المتحده ستلتزم باعلان جنيف وهذه العمليه بينما تحاول العثور على آليات للضغط باتجاه هذه العملية والعمل مع الحلفاء والخصوم أيضا مع الروس وأطراف أخرى للوصول إلى تسوية الوقت لا يزال مبكرا وغير واضح ما الذي يمكن الحصول عليه نتيجة لهذه المفاوضات. طيب سيد ذاكر أغلو. هناك قمة يتم الحديث عنها ستعقد في أنقرة الشهر المقبل تجمع ألمانيا فرنسا روسيا وتركيا هل تأكدت هذه القمة أولا وبالتالي كيف تنظرون إلى الموقف الذي أطلقه وزير خارجية أمريكا ودوميستورا أمس عندما أعلنا أن لا إعادة للأعمار في سوريا قبل التوصل إلى حل سياسي ولا عودة للاجئين كذلك قبل توفير بيئه امنه؟ بالحقيقه كما نعلم فان هذا يعني اللقاء كان يجب ان يكون في على الاقل في شهر تموز السابق يعني في الشهر الماضي لكن تم تاجيله والان يعني هناك كلام عن عقد هذا اللقاء، اللقاء لم يكن بالحقيقه اولا بوجود روسي لكن تم الان يتم الان الحديث عن وجود او تمثيل روسيا في هذا اللقاء لكن في المقابل بالحقيقه يعني ليس هناك من رؤيه واضحه لكن تركيا تحاول ان تدفع نحو وصول الى حل ما في سوريا هذا الحل قد يكون بالنسبه يعني لاكثريه الشعب السوري غير يعني مرضي عنه لكنه على الاقل يؤمن يعني حد ادنى من أم من الامان لاكثريه من السوريين الذين الان يعيشون اما في يعني مناطق اخرى في داخل سوريا غير مناطق تواجدهم الاصليه او انهم خرجوا خارج سوريا الى مناطق الى الدول الجوار اما بالناحيه يعني اللقاء امس ما بين وزير خارجيه الولايات المتحده الامريكيه وادي فتركيا يعني تريد ان يكون هناك جديه في هذه الاطروحات لكن حتى الان وخبرتها في هذا المجال خصوصا مع يعني المبعوث الاممي ومع الولايات المتحده الامريكيه على وجه الخصوص لم ترى فيه اي تقدم او اي شيء جديد الكلام الان في انه سيكون هناك مباحثات حول الدستور في في جنيف وهو بالحقيقة أحد السلال الأربعة حسب ما نعلم وليس السلة الوحيدة لكن الآن تم التركيز على سلة واحدة وهي الدستور كأن كل المشكلة هي موضوع دستور في سوريا وليس كما ذكر ضيفكم السيد سمير نشّار بأن المشكلة ليست في الدستور السابق أو الحالي ولكنه في تنفيذ هذا الدستور إن كان من قبل يعني النظام في سوريا تركيا طيب. سنتوقف سرعة الوصول الى حل يؤمن لها حدودها الجنوبيه. نعم، يعني تنظر تركيا الى اهدافها واستراتيجيتها وليس الى اهداف واستراتيجيه المعارضه السوريه، هذا ما تقصد. على كل نتوقف مع فاصل قصير ونتابع بعده كونوا معنا. أهلا بكم من جديد أستاذ سمير نشار كيف تنظر إلى اللاءات التي أطلقها الوزير بومبيو ودوميستورا والتي أعلنا فيها أن لا إعادة للأعمار قبل تسوية سياسية في سوريا ولا عودة للاجئين قبل توفير بيئة آمنة هل تؤيدون هذه اللاءات؟ بالتأكيد إذا كان هذا موقفا جدا من الولايات المتحدة وخاصة أيضا ليس الولايات المتحدة فقط وإن مجموعة الدول المصغرة التي اجتمعت والتي فرنسا وألمانيا من ضمن أعضائها بالاضافه الى الاردن والسعوديه ومصر والإنج... وانجلترا انا اعتقد هذه المجموعه تستطيع ان تفرض رايها واعاده المسار السياسي الى مساره الصحيح عبر جنيف ولن تقبل بان يكون مسار آستاني كما تحاول تركيا وروسيا مم. وايران فرضه كمسار للحل طب السياسي لماذا برايك تعجل روسيا في عمليه اعاده الاعمار تقديم. وعوده اللاجئين انا اعتقد انه هو محاوله التفاف على الحل السياسي لمحاوله نيل تطبيع المجتمع الدولي مع النظام السوري لانه لا يمكن ادخال مساعدات او عمليه اعاده اعمار الا من خلال النظام في حال بقائه وبالتالي روسيا تحاول ان تقول للمجتمع الدولي ان ما قامت هي روسيا والنظام السوري بتدمير سوريا تفضل يا مجتمع دولي واعد اعمار ما دمرناه نحن طيب. خلال سبع سنوات النظام السوري وبمساعده روسيه في السنوات الاخيره هم من قاموا بتدمير اغلب ما وقع في سوريا للمدن والبلدات واضح. والسكان السوريين طيب. اندرو أندرو تابلر الفكره واضحه استاذ سمير دعنا ننتقل الى اندرو تابلر طيب اندرو برايك هل ان روسيا وايران قادرتان على اعاده اعمار سوريا في ظل غياب دور للمجتمع الدولي وبالتالي هل ان القمه الرباعيه التي ربما تجمع المانيا وفرنسا مع روسيا وتركيا ستضر بالتحالف الداعم لسوريا والذي كان يضم دولا اوروبيه وامريكا ودولا عربيه؟ لا اعتقد ان الاتحاد الروسي او ايران لديهما القدره على اعمار سوريا كما كانت في السابق او اي شيء يجعلها مناسبه لعوده اللاجئين حتى لو حاولت الدولتان فهذا يتطلب وقتا طويلا ونتحدث هنا عن سنين او عقود من الزمن وهذه حقيقه صعبة. من ناحيه اخرى هذا يفيدهم من ناحيه روسيا وايران يمكن ان تقول اذا لم يكن هناك تمويل كاف فسوريا لن تكون مستقره وبالتالي هذا سيؤثر على الدول المجاوره هذا مجال اخر لا اعتقد ان روسيا او ايران معنيتان كثيرا بسعاده او رفاهيه الشعب السوري هما معنيتان فقط بمحاوله جلب نظام جديد والعالم يدفع لاعمار سوريا وهذا واجه الكثير من الشكوك لدى اداره ترامب لاسباب عديده بعض منها له علاقه بالاتفاق والبعض بحقيقه ان الولايات المتحده متردده في دفع اي شيء لاعمار دوله كما قال الضيف الاخر وعن حق دمارها مسؤوليه ايران والاتحاد الروسي طيب سيد ذاكر أوغلو وزير خارجية روسيا زار أنقرة في اليومين السابقين والموضوع السوري كان موضوعا بارزا ضمن النقاشات التي حصلت هل تم التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بإدلب وإلى أي مدى تركيا متمسكة بالاتفاق مع روسيا حول إدلب ومتمسكة بحماية المعارضة وعدم الانسحاب من إدلب وحلب كما نعلم في أن هناك اتفاق تخفيف التصعيد لمناطق في سوريا ما بين تركيا إيران وروسيا وهذه هذا الاتفاق يعني مستمر حتى الآن في نعم ولكن رأينا كل الاتفاقات التي وقعت في السابق يعني قد سقطت يعني بدءا من الجنوب ومرورا بدمشق ووصولا إلى الشمال أغ... هذه الاتفاقات في الحقيقه كانت اتفاقات ثلاثيه لكن كما نعلم فان يعني التشكيلات العسكريه التي كانت في الغوطه انسحبت من اتفاق الثلاثي يعني التركي الروسي الايراني وطولت الى اتفاق بين طيب. مع روسيا عن طريق مصر ولهذا سقطت لا استطيع يعني لن ادافع بالحقيقه عن واضح ولكن هل تم التوصل اتفاق برايك بين تركيا وروسيا حول حول ادلب وحلب وحلب حلب يعني منطقه تخفيف التصعيد تختلف عن مناطق درع الفرات ومنطقه غصن الزيتون مناطق يعني الان ليس هناك اي كلام ولا اي مباحثات عن انهاء الوجود التركي الداعم للجيش الحر في مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات الكلام كله حول مناطق تخفيف التصعيد في منطقه ادلب وهذه صحيح. المنطقه بالحقيقه ليست تحت سيطره تركيا اصلا المطلوب تركيًا او مطلوب من تركيا اما ان تسيطر على هذه المنطقه من يعني من قبل الجيش التركي مساعده للجيش الحر هناك واما ان تنسحب من مناطق التماس ما بين تلك المنطقه ومناطق تواجد النظام وتركيا لا تقبل بان يكون هناك تعرض لهذه المنطقه من قبل روسيا و طيب ولكن الى اي مدى إيران. ستتمسك تركيا بهذه المنطقه كان هناك تأكيد وبالتالي على حديث تركيا عن القضاء على الارهابيين في هذه المنطقه هناك من تقصد تأكيد. بالفعل اسمح لي هناك كما نعلم في منطقه ادلب تتواجد يعني ما يسمى هيئه يعني تحرير الشام وهي بالحقيقه يعني جزء منها كان النصرة يعني الولايات المتحده الامريكيه تعتبر هذه هي ايضا يعني تشكيل ارهابي كما ان روسيا تعتبر هذا الكلام تركيا تحاول ان تبعد المنطقه من ان تكون يعني هناك عليها هجوم على هذه المنطقه كيف؟ وهو بالحقيقه يعني يصب في صالح الـ يعني الـ الامن القومي التركي وليس يعني بالحقيقه فقط بالنسبه للسوريين المتواجدين هناك السوريين عندما يتم قصف سيتم قصفهم لا سمح الله هناك من قبل روسيا او من قبل النظام او من قبل ايران سيضطرون الى التحرك هو الحدود التركيه التي تركيا لفتح الحدود امامهم حتى يعني 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 يكون لهم ماوى آمن. في طيب ولكن السؤال الآن يعني يعني اظن بان الاتفاق تم التاكيد على استمرار هذا هذا الاتفاق الى الوصول الى ان يكون هناك وصول الى حل يعني يرضي جميع الاطراف وخصوصا خروج ما يسمى المنظمات الارهابيه من تلك المنطقه واضح. السؤال هو إذا كانت روسيا تريد أن تخرج هذه المنظمات إلى إلى مناطق أخرى إلى أين ستذهب هذه المنظمات إن كانت تتواجد هناك كل الذين كانوا في الغوطة وفي مناطق حمص تحركوا نحو إدلب بموافقة روسية سورية وإيرانية إذا ماذا ماذا سيحدث مع هؤلاء الأشخاص الذين تهجير وهذا سؤال مهم للأستاذ سمير إلى إدلب استاذ سمير برايك ما الذي يجب عمله بهؤلاء المقاتلين الذين انتقلوا من عده محافظات سوريه الى ادلب وهم جزء من احرار الشام او جبهه النصره سابقا كيف يمكن حل هذه المعضله الان؟ الحقيقه انه ثاني توقع او افترض ان تركيا سوف تقوم بترويض جميع الفصائل التي متواجده في الشمال السوري وفي محافظه ادلب اتفاق استاني وبما فيه شرق ادلب كان متفقا عليه على اعادته الى النظام السوري والى ايران وهذا ما حصل وخاصه ان هناك 12 نقطه مراقبه تركيه صحيح في محافظه ادلب المطلوب من تركيا حسب اتفاق اسيتاني ان تعمل على ترويض المتبقي من المنظمات او من الفصائل التي لا تزال حتى الان خارج نطاق السيطره التركيه وذلك لمحاوله هناك مهمه اساسيه ولكن ماذا عن المقاتلين الاجانب وكيف يمكن ترويض هؤلاء الدوليه وال أنا أعتقد أنه كما دخلوا المقاتلين الأجانب إلى سوريا يمكن بنفس الطريقة أن يخرجوا منها، المقاتلين الأجانب دخلوا عن طريق تركيا وسوف يخرجون عن طريق تركيا. ربما كل واحد إلى إلى بلده، كل واحد إلى إلى المنطقة التي أتى منها، هذا هو الواقع، لا يمكن اليوم خاصة إذا كانوا بالمئات لا يمكن بقائهم في سوريا وبالتالي الحل هو في خروجهم الخروج طيب. سوف يكون من البوابة التركية وتركيا سوف هي مسؤوليتها ان تتعامل مع هؤلاء المتطرفين او هؤلاء الارهابيين